ولذلك حين أراد أن يزدلف إلي المغيرة بن شعبة على عادته مرة وقد وجده مهموما بمن يستخلف من بعده، قال: يا أمير المؤمنين أنا أدلك. قال: من؟ قال: عبد الله بن عمر. قال: عبد الله بن عمر، لا عرب لنا في أمركم هذا، إن كان خيرا فقد أصبنا منه، وإن كان شرا فبحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد هو عمر، وأن يسأل عن أمر المسلمين واحد هو عمر. والله ما حمدتها يا نفسي الخلافة، ما حمدتها حتى أرضاها لابني، ولقد جهدت فيها نفسي، أتعبت نفسي وحرمت أهلي، وإني لأرجو الله تبارك وتعالى أن ألقاه لا أجر ولا وزر، إني إذا لسعيد. قال: أنا أبلي أكرث ابني بهذه الكارثة؟ قال: هذه كارثة، هم يظنونها مغنما وشرفا، وهي كارثة حقيقية. من تولى أمر المسلمين كان على شفا جرف أيها الإخوة، وعلى شفا حفرة من جهنم والعياذ بالله. وفي الحديث عن رسول الله يؤتى بالقاضي، فكيف بأمير المؤمنين؟ القاضي يحكم بين اثنين في 10 دراهم وفي حقوق بسيطة، فيأخذ الملك بقدمه يحمله هكذا فوق جهنم، فوق جهنم والعياذ بالله، وتفتح له الدواوين والقضايا في كم قضية قضى، قضى بماذا ولماذا، فإن عدل أمسكه، وإن قيل ظلم قال ألقه فيلقى في مهوأة جهنم. كيف خليفة يحكم في الناس؟ ولذلك يراه علي ابن أبي طالب عليه السلام ورضي الله تعالى عنه وأرضاه يوما وهو يعدو في إثر بعير. إلى أين يا المؤمنين؟ قال: بعير من إبل الصدقة ندى، فأنا أطلبه. قال: يا أمير المؤمنين، لقد أتعبت من يجيئون بعدك. ينظر إلى نفسي علي، قال: هذا خط لابد أن أسير فيه، أتعبنا أتعب كل أحد يأتي بعده، ألا يقوم بهذا عبد خادم موظف في إبل الصدقة؟ فقال عمر: يا أبا الحسن، والذي نفس عمر بيده، لو ضل بعير بشاطئ الفرات لظننت أن عمر يؤخذ به يوم القيامة. مطلوب مني كل هذا المطلوب، لم يعوج أيها الإخوة، ولم ينحرف، ولم يتلاعب، ولم يستسهل، ولم يستخف، وظل على هذا. ولكم علي ألا أجبي أو أجبي خراجكم وفيء أموالكم إلا من وجهه، ولكم علي أنه إذا صار إلي ألا أخرجه إلا في حقه، ولكم علي أن أزيد أرزاقكم وعطاءكم إن شاء الله تعالى. وقد أشبعهم والله، والله لقد زادهم حتى أشبعهم عمر. عجيب عجيب، 137 مليون أيها الإخوة كل سنة، شيء لا يكاد يصدق. انحطت كما قلنا غير مرة في أيام بني أمية إلى 18 مليونا بالظلم، بظلم الناس وتغول أموال المسلمين وأكل أموال الأمة، تلاعب بني أمية بأموال الأمة من 140 إلى 18. أين العدل؟ ما في بركة، ما في عدل، ما في بركة.